فان. فرحت الملائكة للمرة الثانية وقالوا لسنا عليها بل نحن سكان السماء ولن يدركنا الموت. فأراد رب العالمين أن يحسم القضية جملة واحدة فأنزل قوله جل شأنه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الجمع الطيب الكريم ونحن في تكريم الراحل الكريم في هذه الليلة القرآنية العطرة اعتلى منصة التلاوة الآن ذلكم القارئ صاحب الصوت الجميل والأدب الرفيع والخلق العظيم صاحب الدقة في الأداء والجمال في الصوت فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد جودة متولي القارئ والمقيم بقلوة الشيخ الحمار الزقازيق شرقية. الله أسأل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم Oh.
فما حولنا آية الليل
وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك وكل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألزمناه
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن فإنما يضل علينا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن عطاء ربك
وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم. لما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى قال رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا العباس عمي ولكن كل ما أسألك يا ربي أمتي أمتي. فقال الله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي يا محمد لأقسمن يوم القيامة بيني وبينك أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. من سورة الإسراء عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة وزالكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد جودة متولي قارئ والمقيم بخلوة الشيخ الحمار مركز الزقازيق محافظة الشرقية. نقلناها لكم على كبرى قصور الضيافة المتنقلة وكبرى محطات الديزل الحديثة عميد مقاول الفراشة بجمهورية مصر العربية الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي كبرى الهندسة الصوتية الدولية المتميزة تقرر الإذاعات الخارجية بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية شعارنا لسنا الوحيدون لكننا متخصصون المهندس السيد شحتة بن يوس الزقازيق شرقية عميد المصورين بجمهورية مصر العربية الأول في عالم التصوير المهندس المتخصص والمتألق دائما ناصر صلاح شارع وادي النيل الزقازيق محافظة الشرقية الخدمة الفندقية الممتازة سمير أبو حسن ميت أبو علي الزقازيق شرقية باسم عموم عائلات والي بميت أبو علي عائلات العمدة نيابة عنهم جميعا أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من أتى إليهم ليقدم لهم واجب العزاء في الأخ الراحل الكريم.